بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هنبدأ إن شاء الله النهاردة في شرح الدرس السادس. هنبدأ النهاردة نتكلم على إن إحنا إزاي نبني أو إزاي نحول البيانات دي اللي هي جاية لي في مصفوفة، إزاي إن أنا أحول كل قيمة تبقى في صف معين في جدول محطوطة في جدول لوحدها. مثلا البيانات رقم واحد فيها النيم مثلا الاسم اللي موجود عندي، وفيها الديفولت نيم، اسف مثلا فيها الماك ادرس، فيها اي بيانات هتظهر لي او انا عايزها تكون موجوده في الجدول اللي قدام. هنبدا على بركه الله، هنبدا نفتح الصفحه بتاعتنا وهنبدا نتكلم عن التيبل وازاي ان انا بقدر اكتب تيبل وايه هو التيبل. التيبل هو جدول، تمام؟ جدول بيتم بداخله كتابه صفوف وأعمدة، بيتم بداخله كتابة صفوف وأعمدة. كل صف فيه خلايا، كل صف فيه خلايا معينة، يعني مثلا الصف الأول فيه الاسم وفيه الرقم السري وهكذا، تفضل ماشي معايا زي كده. إذا أصبح عندي أكتر من صف، يعني أكتر من خلية، اسف اكتر من خليه، يبقى كده بقى عندي ايه؟ اكتر من عمود، يعني اكتر من خليه اصبح عندي اكتر من عمود. وهنفهم الكلام ده هنا. انا عشان ابدا افتح ابدا اكتب جدول، ببدا اكتب الوسم اللي اسمه تيبل وابدا انهيه بتيبل. يبقى انا عشان ابدا اعمل جدول لازم ابدا اكتب تيبل وابدا انهي بالوسم اللي اسمه تيبل. تي ار اختصار لتيبل رو، تي ار اختصار لتيبل رو وهو الصف. تي ار اختصار لتيبل رو وهو الصف. تي دي تيبل داتا، تي دي اللي هي تيبل داتا، تيبل داتا يعني البيانات اللي بتتكتب في الداتا او الخلايا اللي انا بكتبها في الداتا بتاعتي. فانا ببدا افتح وسم، ابدا افتح صف، ابدا اكتب صف جديد. طب الصف ده هيكون فيه ايه؟ هيكون فيه مثلا واحد واثنين وثلاثة. انا لو جيت عملت عرض مش هيظهر لي مثلا ان في فواصل ما بينهم، مش هيظهر لي ان في خطوط، مش هيظهر لي الكلام ده كله. فانا هاجي بس هنيجي نعمل ريفرش هنا بس علشان طبعا كود البي اتش بي واخد مساحه كبيره او واخد مساحه كبيره من الصفحه. انا لو نزلت تحت عادي مفيش مشاكل، بس هو ايه واخد مساحه كبيره من الصفحه، فانا هعطله مبدئيا. لما بعطل كود، لما يكون كود في سطر واحد بس بعمل اتنين باك سلاش، بعمل دبل باك سلاش. طيب لما يكون عندي اكتر من قيمة، يعني انا مثلا انا عايز اعطل الاتنين دول بكود واحد اكتبه، فانا ببدأ اكتب باك سلاش ونجمة وابدأ انزل تحت هنا واعمل نجمة وباك سلاش. كده اصبح ايه؟ اصبح هو خد كومنت كودين مع بعض. هنبدأ نعمل ريفرش للصفحة. هلاحظ ان الرسل الكلام جنب بعضي واحد اتنين تلاتة، بس هنلاحظ حاجة تاني. انا لو جيت وقفت عند التلاتة هلاحظ انه مش معلم لغير التلاتة بس، لو علمت على الكلام ده كله هلاحظ ان في فواصل ما بين الكلام بتاعي. انا ازاي افرق بين كل عنصر والتاني؟ في خواص في التيبل، واحنا عرفنا ان انا لما باجي اكتب خاصية باخد مسطرة وببدأ اكتب الخواص بتاعتي اللي انا عايزها. ففي على سبيل المثال في خاصية اسمها سيل بادنج. سيل بادنج هي المسافة، واحنا اتكلمنا عن البادنج قبل كده وشرحناه ان هو المسافة ما بين الكلمة والمحاذاة بتاعتها، المسافة بين النص اللي هيتكتب وبين الحدود بتاعتها. فانا بكتب السيل بادنج بيساوي مثلا 5 بكسل. طيب في حاجة تاني اسمها سيل سبيسنج. سيل سبيسنج هي المسافة ما بين الحد ما بين الخلية والخلية التانية. مثلا سيل سبيسنج، انا هبدأ اكتب سيل سبيسنج بيساوي مثلا 3 مثلا 3 بكسل، وابدأ اعمل ريفرش للصفحة. هو هنا بعد لي بين المسافات وبعضها وانا مش ملاحظ الكلام ده، اللي هو مش ملاحظ ازاي هو بعد المسافات كده. طيب انا عايز احط سطر ما بين كل نص والتاني بحيث ان هو يكون جدول معمول قدامي. فانا هبدا اكتب هنا في حاجه اسمها البوردر،
مثلا البوردر هنخليه 1 بكسل. هبدأ اعمل ريفرش للصفحة، لاحظ ان فعلا عمل لي تيبل، عمل لي جدول فيه 3 عناصر. طيب انا عايز اعمل جدول كبير واحط تحت هنا عناصر واعمل له مسميات والكلام ده كله، فانا هبدأ اعمل ايه؟ هبدأ اكتب صف تاني تحت ده، هبدأ انسخ الكلام ده وابدأ اكتب صف تاني موجود عندي هنا. الاقسام الرئيسية ما بستخدم لهاش تي دي، يعني انا عايز ده قسم رئيسي بستخدم له تي اتش. الاقسام الرئيسية ما بنستخدم لهاش التي دي، فانا ببدأ اكتب تي اتش، وعادي لو استخدمت تي دي ما فيش اي مشاكل، بس طبعا الطريقة الصح ان انا اكتب تي اتش وتحت يكون التي دي. مثلا هنا هبدأ اكتب النيم، الاسم، تحت مثلا هكتب الباسورد، تحت مثلا هكتب الايميل، وتحت اكتب الداتا اللي انا عايزها، وابدا اعمل ريفرش للصفحه. لاحظ انه عرض لي فعلا 3 عناصر رئيسيه معاهم 3 عناصر موجودين عندي. طبعا انت عايز تخلي الكلام ده في النص، عايز تعمل اي حاجه في خواص تاني بتخلي الكلام ده موجود عندك. انا ان شاء الله الحلقة دي انا عايز اقسمها على قسمين باذن الله. هيكون القسم الاول هو الشرح التمهيدي للتيبل وللدوال، هناخد دالتين هنشرحهم النهاردة ان شاء الله، علشان الدرس الجاي تكون جاهز، نكون جاهزين ان شاء الله للكود اللي هنكتبه. بعد ما خلصت كتابة الكود انا همسح التيبل وهاخد الدالتين اللي احنا اتكلمنا عنها، او خليه زي ما هو مفيش مشاكل. هناخد دالة، احنا خدنا دالة اسمها اف، اف الشرطية، وهي موجودة عندي هنا للتأكد من رمز معين او للتأكد من حاجة معينة. طيب انا عندي عندي اكتر من قيمة، يعني انا عندي مصفوفة عايز افكها. المصفوفة دي عشان افكها تتفك ازاي؟ قال لي في 3 دوال ممكن ان احنا نستخدمهم، دالة اسمها وايل، ودالة اسمها فور، ودالة اسمها فور ايتش. كلهم يعني كلهم زي بعضهم، كل الدوال الثلاثة تقريبا نفس الوظيفة، يعني الـ3 دوال تقريبا نفس الوظيفة. فاحنا نبدأ ناخد أول دالة مثلا. ايه فايدة الدوال دي؟ طيب أنا هنا لو قلت لك اطبع لي من 1 مثلا لـ20، قلت لك اطبع لي من 1 لـ20، هتفضل تكتب مثلا اكو 1 اكو 2 3 4 5 6، الكلام ده كله. الدالة دي بتوفر علينا ايه؟ بتوفر علينا انها بتعد لوحدها، يعني بتوفر عليها ان هي بتوصلني لرقم اللي انا عايزه. فانا ببدأ اكتب هوايل، اسف، هوايل، وابدأ ادي قيمة للمتغير. يعني انا ابدأ اعمل متغير هنا فوق خالص، ابدأ اعمل متغير مثلا، اقول له المتغير ده هنسميه ان، اختصار لنمبر، الان بتساوي 0. هوايل الان، الان دي يعني لو كانت الان دي اقل من 10 يبقى ايه؟ يبقى يطبع لي ايكو الان. طيب هو كده هيفضل يعد، هيفضل يعد، لان الان قيمتها بصفر. يعني انا قلت له الصيغه بتاعتي هو لو كانت الان دي اقل من 10 اطبع الان. انا عايز مع كل قيمة يجيبها جديد لازم ان انا ازود الان 1، بحيث انه لما يجي يعمل استعلام تاني، يعني هو اللي بيتم ايه؟ اللي بيتم انه بيرجع يستعلم من الان هنا يلاقيها بصفر، يروح راجع تاني يلاقي الان، يلاقي الصفر اقل من 10، يروح ضايف ان، وهكذا. امتى يقف الكلام ده وامتى توصل الان 10؟ عشان كده انا لازم اكتب الان بتساوي الان زائد 1. او في طريقة افضل، في طريقة انا بفضلها، انك انت تكتب، اسف هنا الان، انك انت تكتب الان دي دبل بلس، الان دبل بلس يعني زود لي على الان 1. وهبدا اطبع الكود، هلاحظ هنا، هلاحظ هنا انه طبع لي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طب هو ليه وقف عند 9؟ لان هنا قلت له هويل الان اقل من 10. طب لو قلت له اقل من او تساوي 10 هيبدأ يطبع لي معاهم العشرة. طيب انا عايز الكلام ده اللي موجود عندي، عايز كل رقم من الارقام دي ينزل في صف جديد، ينزل سطر جديد، ينزل سطر جديد.
ففي حاجه في الاتش تي ام ال اسمها البي ار، في وسم وبياخد يعني بياخد قيمه واحده بس. الوسم ده الطريقه بتاعته بتكتب بالشكل ده. خلاص هو كده مش محتاج لا يتفتح ولا يتقفل، هو الصيغه بتاعته بس بالطريقه اللي احنا شايفينها دي. فاصبح هو يعمل ايه؟ هيعمل وايل، هيعمل لوب، هيعمل دوران حوالين الان دي، لقاها بصفر يروح يطبع للان بصفر. هيلاحظ هنا هيجي هنا يطبع للبي ار، يعني يطبع لي سطر جديد، يروح مزود على الان واحد، اصبحت الان بواحد، يروح راجع تاني للوايل، الواحد اقل من 10، يروح طابع الواحد، يروح مزود على الواحد 2، وهكذا لغاية ما يوصل لعشرة. هيكون الناتج عندنا بالطريقة اللي احنا هنشوفها دي، اصبح عندي ايه هنا من صفر لغاية 10. بكده ان شاء الله يكون درس النهاردة خلص. ان شاء الله في الدرس القادم هناخد الدالتين التانيين، وهنبدأ باذن الله في شرح ان انا ازاي ابدا انسخ البيانات، او ازاي ان انا ابدا افصل البيانات دي كلها واحطها في جدول معين، يكون لكل يكون في نفس الجدول يكون في اكتر من صف على حسب العناصر اللي موجوده عندي، زي ما موجود عندي في الوين بوكس وزي ما موجود عندي في حاجات كتير. كده تكون الحلقه خلصت. كل اللي عايزينه منكم لايك وشير عشان يستفيد غيركم عشان نستمر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.